جريدة أشواق الإلكترونية تنقل لكم فعاليات معرض الفرص بالجديدة. بريد المغرب اليوم يساهم بإصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الذكرى العاشرة لمعرض الفرص بالجديدة. هذا الإصدار ليس الأول من نوعه، هناك عدة طوابع بريدية تخلد للفرس، أولها كان 1928 وآخرها كان سنة 2012 بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض الفرس. هذه الطوابع البريدية منها ما يخلد للتبوريضة، لألعاب الفروسية، رياضة الفرس، يعني مجموعة غنية، عشرات الطوابع التي صدرت بهذه المناسبة. ولعل ما أبرزها هو لوحة للفنان التشكيلي حسن القلاوي التي هي تجسيد للتبوريضة، والتي صدرت بمناسبة الذكرى المئوية للطابع البريدي المغربي، واختار بريد المغرب أن يجسد على هذا الطابع صورة للفرس. إذن هكذا يمكن أن الفرس هي علاقة تاريخية. أيضا لا يجب أن ننسى بأن بريد المغرب، وقبل أن تكون هناك يعني مسالك طرقية وسككية، كان يستعمل الفرس لنقل البريد. إذن الرقاص الذي هو ساعي البريد في تلك الفترة كان يسمى بالرقاص، كان يستعمل الفرس لنقل الرسائل والبعائث.